أوفت هيئة تنظيم قطاع النقل البري بوعدها الذي قطعته بداية آذار الماضي حين قالت لأخبار الدار أنها تقف مع الطلاب وستلتقي بهم من خلال عمادة شؤون الطلبة بوجود المعنيين بهدف إيجاد حل لمشكلة نقلهم من وإلى الجامعة. اللي صار اليوم يمكن من أول مرة بصير لما دخلت الحياة الجامعية وأنا طالب سنة خامسة، كان في تجاوب كبير من الهيئة وقسم الشرطة قسم التسير وطبعا عمادة شؤون الطلبة اللي ساعدت وراء الموضوع، وطرحنا مشاكلنا أغلب مشاكل تواجه كل الطلاب ووعدونا إن شاء الله يحلوها، وإن شاء الله بانتظار الحلول هاي، وطبعا تقبلوا نقدنا وأشياء السلبية اللي حكيناها وبكل إيجابية وصدر رحب، وإن شاء الله أنهم يكونوا قد المسؤولية ويكملوا الوعود اللي وعدونا إياها وبانتظار حلول المشاكل. تم خلالها طرح مشاكل ومحاولة إيجاد حلول ووضعها، وعلى أمل أن تتم إيجاد حلول لهذا، ووعدوا طبعا الهيئة أنها تتخذ الإجراءات المناسبة. ما حصل هنا أنه تم جمع جميع الأطراف على طاولة حوار واحدة للاستماع إلى مشكلة نقل الطلبة من المتضررين مباشرة، مما لا يدع مجالا لأي طرف بأن يلقي باللوم على الآخر في حال عدم وجود حلول أو تداخل المسؤوليات. رح أتخذ أشد الإجراءات ورح أخصص دورية باللباس المدني لهذه الغاية. وأي مشاكل كانت يعني نقلونا إياها الطلاب كلها إن شاء الله راح تناقش، راح يتخذ عليها إن شاء الله قريبا إجراءات إيجابية تخدم الطلاب بشكل عام. تم التوصل إلى بعض التوصيات التي قد تسهم في تسهيل انتقال الطلاب من وإلى الجامعة، وراح نتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية وإن شاء الله نقوم على حلها، وذلك هدفا لخدمة الطلاب الوصول إلى حضراتهم في الوقت المناسب، وإن شاء الله راح تعمم هذه الفائدة على الجميع. لربما يختفي هذا المشهد قريبا هنا في إربد، فيما يبقى السؤال مفتوحا متى يختفي من جامعات ومجمعات أخرى.